هالوك، جونش نامت؟ ايه نامت. خود شوف شوفي بقلب هذا الظرف. اختي رح اشرح لك. بظن ما في داعي اسألك مين كان معك على اليخت لأني بعرفه. هذا طليق جونش مو هيك؟ ليش هيك عم تعملي فيني؟ ليك تفرج على الصور منيح حالوك. انت مشيت باليخت ومعك هالزلمة ورجعت لحالك مزبوط، وجونش راحت لتشوف طليقة اليوم، بس الغريب انه ما اجا. هالشي كله صدفة مو هيك؟ اختي خليني اشرح لك. خلص هالوك سكوت، طبعك وما رح يتغير. يلا احكي شو عملت بالزلمة. ولا شي. ولا شي مو هيك؟ حلو كتير، معناتها رح قلك شو رح يصير. يا أنت بتروح وبتحكي لجونش كل شي صار بالتفصيل، يا أنا جاكي ما بدي أحكي لها. إيه طيب، بكرة الصبح ونحن عم نفطر بيجي على الطاولة ظرف أصفر مثل هاد اللي معك وبيوصل لإيد مرتك. أختي بترجاكي لا تعاقبيني بهي الطريقة لو سمحتي. أنا ما عم عاقبك أبداً هالوك، فيك تعتبره معروف. أنا ما بدي منك هذا المعروف أبداً أختي، أنا بس عم حاول أضبط الوضع قبل ما يصير مشاكل. كل اللي بدي اياه تعطيني شوية وقت. وين رحت بالزلمة هالوك؟ صدقيني أنا رح أصلح كل شي كأنه ما عملت شي. حلو، معناتها بتروح وبتحكي كل شي لجونش. ما فيني أحكي له، أنا وعدت أني ما أشوف هذا الزلمة ولا حتى حاكي مرة تانية. إذا بتشوف هالصور اللي معك بتتركني وبتمشي وأنا ما فيني أعيش بلاها. جونش ما بقى تصدقني بحياتها وأنا ما بدي زعلها. بدي إياك تعمل مثل ما قلت لك هالوك. أختي بترجاكي لا تعمليها، لا تحرميني من جونش. صدقيني بتتركني وبتروح وما فيني أعيش بلاها. أختي سامحيني، هاي آخر مرة. رانا اليوم كان حلو كتير من كل النواحي. ايه مقبول. انت اللي خبرتي اما لتوشا مو هيك؟ ممكن كون انا. معناتها صار اللي بدك اياه، بس توشا ما لها سهله بنوب. لاني نزعتها بينك وبين ديدام، حابه اعتذر لك. أنا الوحيدة اللي ما عاقبتيني ولا ما أجلتيها. يعني مو مبين معي، بس لا بظن مسامحتك كرمال هالعيون الزرق. من اليوم ورايح ما رح أسمح لأي حدا يزعلك. وليش رح تعمل هالشي؟ لأنه أنت غالية كتير على قلبي. أي بعرف. إيه نازل ولا شو؟ ليش أنا عندي مكان تاني؟ مو جاييني نوم. انزلي لاحقك. شو صار لك؟ أي ماني قدرانة أدعس عليها. خلص أنا رح أحملك، استني بس. لا تخافي. شو صار لك؟ شو هالنظرة هاي؟ أنا تقيلة يعني؟ لا. آه.
تتركيني بالعتمة يا أختي. هالوك أختي، لا تتركيني لحالي بالعتمة. أختي طلعيني من هون. اهدى، وطي صوتك لكني رح طلعك. رانا مو قادرة نفتح عيوني. ايه معلش، لا تخاف، هذا من الضوء، بعد شوي بتقدر تفتحهم، لا تزعل. كأنه كل المشاكل انحلت مو؟ إلا موضوعنا. أي موضوع؟ سلام نزلي. سافاش، ما في داعي تاخد وتعطي، ريح حالك. نزلي وقفي. أنا عن جد كتير معجب فيكي نزلي، مو هذا هو اللي حابة إني أقوله؟ عن جد؟ مو هيك؟ سافاش، بعرف إنه أنت مبسوط معي وبتحب إنه نقضي وقت سوا ونتسلى، وبتحب تضحك وتبكي معي، كل هذا الشيء أنا بعرفه. مو أنا رفيقتك المقربة؟ بس أنت مانك معجب فيني. بلا نصلي، مو صحيح. كل حدا عنده هم بيضل حامله، ناس بتتخلص منه بسرعة وناس لا. أنت لسه حملك تقيل. هالحكي هلأ لشو؟ حبك لميليسا مخبيه بشنتايتك ومبين بعيونك. صح قصتكم خلصت بس ما انتهت. ما فيني ساعدك وشيل حبة من قلبك. ميليسا ورقة وانتهت بالنسبة إلي، وأنا عم بلش من جديد. معناها ليش حاطت السنسال تبعها بشنتايتك؟ أنا شايفة كيف عم تحاول تنساها، هي مجرد محاولة ولسه ما نجحت. هذا السنسال رح كبه وقدام عيونك. سافاش، لا تكبه، حتى لو كبيته ما رح يطلع من قلبك. خليه، أنت عم تحاول تقنع حالك إنك بتحبني وبس وحاسة فيك، بس ما عم بقدر. كل هذا الحكي مانو صحيح أبداً. بعدين ليش واثقة كتير إنه أنا هيك؟ لأنه شفت النظرة يلي بعيونك بس تشوفها حتى لو بالصورة، وما شفتها بعيونك إلي. بس أنا قربت منك وبستك. مظبوط، بستني. وهيك خلصين، وهون بينتهي حلمي.